سعدت مساء واهلا بكم لحلقه جديده من القرار لكم. قبل ما ارحب بضيوفي نتابع تقرير الحلقه. مالي عتب وياك ويا نصيبي، بهاي الكلمات اللي غنتها سليمه مراد تفسرت ردود الافعال على ملفات فساد تهدد سلامه الطرق والجسور وتفتح الخزينة العامة للصفقات والعمولات بعقود محمية بحصانة سياسية تمنع المحاسبة وسهل مهمتها من الطرق الشمالية للجنوبية بعنوان لو غاب القط العب يا فار شلون وليش. هسه نعرف الوثائق اللي وصلتنا بها إصرار ومعلومات تشيب الولدان، والسبب مدير دائرة الطرق والجسور بوزارة العمار والإسكان حسين جاسم الشرموطي وصل للمنصب بكتاب موقع من الوزير السابق بنكير ريكاني وبمخالفة قانونية جاوزت كتاب رسمي مختوم من مكتب رئيس الوزراء يطلب التري بتعيين الشرموطي، لكن معالي الوزير سلمت جمل بما حمل. صحيح الشرموطي عليه ملفات فساد سابقة حسب ما تتحدث به وسائل الإعلام من أيام إدارته لمنصب النائب الأول لمحافظة الديوانية، أبرزها مرتبطة بمشاريع وهمية واختلاس أموال مخصصة لمقاولين عندهم مشاريع منجزة، لكن مجلس المحافظة بوقتها دخل على الخط وقرر إقالته بعد جلسة استجواب. ومن تسلم الشرموطي منصب الجديد بدائرة الطرق والجسور صاعد الحديث عن مشاريع الفساد، والدليل إحالة مشروعين لشركة سراكو أوفشور اللبنانية، الأول تأهيل طريق بسماية والثاني تأهيل طريق مدخل بغداد وديالة بكلفة إجمالية للمشروعين وصلت 166 مليار دينار. وإذا جمعناها وكسرناها وقارناها بمشروع نفذته محافظة بغداد على نفس محور الطريق بكلفة 21 مليار دينار نسجل فرق واضح بالأسعار وهدر بالمال العام، لأن سعر الكيلومتر بحسب دائرة الطرق والجسور يوصل ل 7 مليارات دينار وبسجلات محافظة بغداد ما يعبر المليارين. يعني القصة واضحة لكن القصة بها رباط، والسبب دائرة الطرق والجسور سلمت المشروعين لنفس الشركة وتجاهلت عطاءات قدمتها شركات منافسة لتنفيذ المشروعين. ليش؟ الله أعلم. بس دقيقة، المعلومات اللي وصلتنا تقول مدير الطرق والجسور مسنود من جهة سياسية تمنح الأمان وتضمن سلامته، وبالمقابل السيد المدير يدفع المالات بمنح شهرية توصل للخزينة إحدى الجهات السياسية حسب ما يتم ادعاءه إعلاميا. هنا العصفورة دخلت على الخط وكشفت معلومات عن شبكة ثلاثية مقرها وزارة الإعمار تساند مدير دائرة الطرق والجسور بالتغطية على صفقات المشاريع يقودها الشيخ حاء اللي عنده صلة قرابة بمعالي وزير الإسكان. يعني الحمة تجي من الرجلين، هاي عرفناها، لكن ملفات الفساد علاجها يمكن عقيم، والسبب الحكومات المتعاقبة عجزت عن علاجها. صحيح كل رئيس وزراء يوصل للمنصب يبدي برنامج الحكومي بشعارات عنوانها مكافحة الفساد، بس بالنهاية الفساد ملفاته تتصاعد يوم بعد يوم، ودعوات المواجهة تصير مثل سالفة وعدك بالوعد وزقيك يا كمون، لأن غالبية الوزارات ومؤسساتها ينخرها الفساد من رأس الحساسة. وإذا ردنا نحسبها لازم نجيب ورقة وقلم ونبدي من ملفات الكهرباء والصحة، وبطريقنا نمر على المالية والنقل، وقبل لا ننزل بمحطة هيئة استثمار بغداد. يعني محاربة الفساد يرادلها قرارات قوية وقيادة حكومية تخلي كل منطينته بخده وتفتح ملفات الطرق والجسور حتى تحمي المال العام وتحاسب اللي عنده حصانة من الجهات السياسية. وبعكسها رح نبقى ونرجع ونسمع حيكم من جديد. وارحب بضيوفي الخبير القانوني الدكتور واثق زبار والناشط المدني والمهتم بقضايا الفساد السيد محمد الزيدي، وسيكون معنا مراسلين مراسلنا من بغداد ندى المرسومي ومراسلتنا من واسط محمد الإمارة ومراسلنا بديالة علي إبراهيم. مساء الخير على حضراتكم. بدي حضرتك دكتور مساء الخير على جنابك. ملفنا اليوم بدي احكي بأرقام خيالية، مشاريع وطرق ومواضيع تخص أو تلامس حياة المواطن، فأريد أسألك من الناحية القانونية شلون ممكن معالجة هذا الملف؟ مساء الخيرات، سعدت مساء، شكرا لكم ولقناة دجلة البراقة. حقيقة ملف الفساد شائك وعميق بالطرق والجسور من عام 2003 إلى هاي اللحظة. الكرة بين مجالس المحافظات وبين المحافظات وبين وزارة الصناعة وبين مديرية الطرق والجسور، الكل يرمي الكرة على الآخر. فساد مستشري، ميليشيات تتغذى من الطرق والجسور، جهات خارجية تتغذى من الطرق والجسور. جهات خارجية اشتني بها؟ شركات أجنبية، شركات أجنبية وبالأخص شركات لبنانية. تغذي فسادها وتغذي ميليشياتها من الطرق والجسور.
وبأدلة وبراهين وبأرقام كل اللي دا يحصل بالطرق والجسور. أولا الأرقام فلكية ما مطابقة للواقع العملي ولا الهندسي من ناحية الإحالات، من ناحية الإحالات ومن ناحية التنفيذ. نعم. مثلا كلفة المشروع من نجي نسأل مهندسين واستشاريين وأخصائيين كم كلفة هذا المشروع المؤدي بين هاي المنطقة وهاي المنطقة، يقول لك مثلا 7 مليار دينار. وإذا به نجي احنا 800 مليار دينار 400 مليار دينار، الطريق الرابط بين بغداد وديالة 11 في حينها 9 مليون دولار، 9 مليون دولار وبي شبهات فساد كثيرة. الطامة الكبرى اللي فوق هذا كله انه مثلا السيد الشرموطي وغيره هو متهم اصلا بقضايا فساد مسبقا. فوين هيئة النزاهة؟ هو متهم بقضايا فساد مسبقا، يقول انا استقلت من منصبي بالديوانية. فليقل ما يقول يا سيدة العزيزة، اليوم ما يحتاج لها كافلام ولا يحتاج لها واحد عنده عقل فلكي بكشف الفساد ولا غيره. أعمالهم هي دا يشوفها القاسي والداني، الأعمى دا يشوفها. أولا ماكو طرق، أكو بيها هواي مشاريع وهمية في حينها والله اتهموا انه ما نقدر نشتغل هنا، هاي المناطق بيها ميليشيات، هاي بيها تنظيم قاعده، واذا به بعدين تبخر المشروع. انصرفت الاموال والاموال كامله انصرفت، واذا به بالاخير ما موجود اصلا المشروع، مشروع وهمي. الشيء الثاني حتى لو كانت هناك اكو مشاريع فهي مشاريع متعثره متلكئه، مثلا طريق بسماي تنفيذه في مثلا في سنه، واذا به صار له 3 سنين لا ارصفه ولا تبليط، وتبليط متعثر ومتلكئ. فهو الفساد مو شرط انه بس تسرق امواله، لا ليش هو التاخير ومن يستلم فلوسه كامله. ليش هذا ما تشوفه تشوفه شبهات الفساد؟ نزاهه ودعاء عام وغيره. وينكم عن هذا الموضوع؟ يرفع دعاوى ضد الطرق والجسور باعتبار يقول لك انا انطي فلوس كمواطن، مواطن عراقي يرفع دعوى ضد. لا ما من حقه. اليوم النائب بالبرلمان يمثل شريحة من المجتمع كذا ألف مواطن، مثلا نواب عن الصويرة عن الكوت، هذا الطريق مثلا الرابط يقع ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية اللي تخصه، مثلا خلينا نقول منصور، أكو نواب بالمنصور، فمن حق هذا النائب يقيم دعوة عليه على الوزارة وعلى المقاول كذلك. حديثك قلت الفساد والميليشيات والجهات السياسية والشركة الجهات الخارجية الطامة الكبرى، يا فأين أبعد اللي يرفع دعوة اليوم؟ أكو، لا احنا من لو خليت قلبت زي. أكو نواب همهم ومصلحتهم، أكو نواب مستقلين، أكو نواب مدنيين، مو الكل مرتبط بالميليشيات وغيره وغيره. ذكرت بالتحديد على قناة التغيير أنه هاي الطرق والجسور من أهم الأمور اللي لازم يعني يهتم بها رئيس الوزراء والقضاء. من حسين الشرموطي بما أنه تقلت أهم دائرة هذه؟ مدير عام طرق والجسور. أعرف مسمى الوظيفي لكن من هو أحسن؟ راح تصير الدعوة الثالثة علي هاي. لا عزيزتي، هو شوفي هو كان يدعي أنه تابع الجهة. إيش رافع عليك دعوة؟ لا هو شخصيا لا بس أكو جهات أخرى. كان هو يدعي أنه هو منتمي أو داعمته جهة سياسية دينية الله أعلم. وحالياً جهة أخرى يدعي أنه التيار الصدري يدعم جهة أخرى اللي هي رشحت لهذا المنصب غير التيار الصدري. يقال أنه سيد المالك هو اللي أتى بهذا المنصب ومدعوم من قبل الحزب والله أعلم. من ناحية الفكرية، من ناحية العملية، يمتلك من الخبرة؟ عملت سنة هكذا دائرة مثل الطرق والجسور. أنا سحر، هو منه اللي موجود يمتلك خبرة؟ هو اللي يجيب وزير صناعة خريج كلية فنون جميلة مع جل احترامي. على الأقل نتحدث عن المدراء، ما إلا ربط ما شنو لا وزير. هو مشتغل مسبقا بهذا الموضوع، هو حتى مقاول ما مشتغل. هم أغلب اللي موجودين كانوا حفاية بزمن صدام أصلا، يعني ما لا عنده خبرة عملية ولا عنده خبرة أكاديمية. فهو وغيره أغلب اليوم أغلب المدراء يكونون من ابن الدائرة أو ذو اختصاص، فلهذا لا أسألك. مسبقا حاليا لا، إن كان من داخل الدائرة فهو مدعوم من جهة سياسية ما أو ميليشيات على مود يسرق ويمول الحزب الفلاني والميليشيات الفلانية. محمد مساء الخير عليك. أول شيء بدي أسألك، أنت شلون تمشي ببغداد؟ قاسي كلش بالإعلام،
يعني شفت لك مادتين قلت حيوصلني استوديو يعني ما متوقعه كنت. والله ست احنا بالنسبه لنا ما يهمنا يعني احنا ضد كل ضد التيار ضد الاطار ضد اي جهه سياسيه تدعم هيك شكولات. انت هجومي. ايه مقتله هذا حسين قاتل ست، هذا حسين الشرموطي انسان قاتل اليوم قاتل؟ احنا اي قاتل 8000 شخص سنويا دا يروح ضحيه. من المسؤول عنهم؟ سبب الحوادث عبالي هو الى قاتل لعد وشنو مو قاتل؟ من المسؤول عن 8000 شخص دا يروحون كل سنه؟ احنا مزرعه سبايكر قامت الدنيا وما قعدت عليها، التيار يحكي من جهه، الاطار يحكي من جهه، ليش اليوم ما يتدخلون بمشروع حسين الشرموطي وقضايا حسين الشرموطي؟ بعدين انا انوه على الاخ الدكتور يقول اختصاص، لا هو اختصاص بمجال واحد، اختصاص بمجال السرقات ومجال هدر المال العام، وهو من يقول اني استقاليت، لا هو ما استقال، احنا كثوار زين المظاهرات مو قديمه مو شيء بعيد، هاي صوره بمنطقته زين بنص منطقته بالديوانيه، هاي صوره صوره الحل يا فاسد زين مو هو الحل يا فاسد، بس هو استقال لو اقيل، لا هو اقيل ومجلس المحافظه يثبت هذا الكلام. ثاني شيء هو من يقول اني يعني استقالت، شنو استقالت؟ حتى اذا استقالت انت شنو السبب اللي استقالت بيه انت؟ شنو السبب؟ غير اهلك، اهلك هم اهلك وناسك دي يقولون عليك انت انسان فاسد، وهذا الدليل. هاي طب المواقع التواصل الاجتماعي وشوفيها زين. بعدين هو متناقض بصراحه، انا متابع على مين متابع وهو متابعني كل الزين يدري زين، انا متابعه وهو متابعني لان انا مهتم بيه، كلش مهتم بيه لدرجه انا مهتم بيه يعني مشتري له هديه جايبها وياي هنا للبرنامج زين، مشتري له هديه ان شاء الله زين، هاي يلبسها على يدي ان شاء الله زين. لا يقوم مقتدى الصدر، مقتدى الصدر علي القصقوصه واني علي هاي الهديه ان شاء الله الاسوارات المرتبه، لان هذا الانسان مسؤول عن 8000 شخص سنويا ست، تعرفين شنو 8000 زين؟ هاي الفلوس بدها تطلع، تعرفين شنو المشكله؟ اكو مشكله ما حد ملاحظها لحد هسه الحقيقه. أي. المشكله انه الفلوس بدها تطلع دولار المال لبنان. طبعا هاي شركه ستراكو ما موجوده اصلا بلبنان، انا دخلت لها لوكيشن يعني الحقيقه دخلت بحثت على هاي الشركه صح. عده مرات لوكيشن بلبنان ما موجوده، موجوده منظمه حقوق انسان بنيجيريا زين، يعني ما موجوده بلبنان. فمن دخلت لها واهتميت بالموضوع بديت اسال شركات، اراجع مهندسين اخصائيين، عندي بعض الاشخاص اصدقائي يعني انا حتى زوجتي مهندسه، فبديت يعني مثل ما يقول استشار بهيش مواضيع. فشفته بحقيقه هاي الشركه ما تقدر تدير هيش مشاريع، فايش دي يسوون؟ دا تروح تتعاقد ويا شركه اللي هي شركه ستراكو اللبنانيه بالعراق زين، تطلع فلوس لبنان دولار، يرجع ابو لبنان ايش ينطي الشركه عراقيه عراقي زين. يعني هنا شنو مساله تهريب للعمله. هاي العمله من تطلع خارج العراق طبعا ما راح يستفاد بها بس حسين الشرموطي، لان حسين الشرموطي لو هاي الفلوس كلها اخذها كان هسه ملياردير، هو قاعد هسه فرنسا لو بروسيا وحاط له قصر وش اسمه، بس هاي الفلوس تتمول بها فصائل مسلحه رسميا بدون اي نقاش. هذا يعني اذا الاتهام اللي توجهه لحسين انه هو تابع للجهه السياسيه، يعني شو يريد يسوي مثلا؟ يقيم دعوه عليه؟ عندي سته وخليه يصير سبعه ممكن. وانا ياه الزمان طويل ممكن، خليه يقيم دعوه، خليه يسترجي ويقيم دعوه. اقسم بالله اني لحد هسه اني المشكله كل شخص عندنا عنده نقطه ضعف، انا لو ما امي وابوي غير بهذا الموضوع يقولوا لي اهدى بطل، جوز من هذا الشخص يا اخي، هذا الشخص انت مو قده، هذا كان بالتيار الصدري، ومن يقول هو طلع من التيار الصدري؟ بعدين من يقول هو يقول هو اصلا بالتيار؟ هو هسه التيار يقول احنا طردناه، اذا التيار طرد على التيار بلغكم انه طرده؟ ما بلغ التيار، هو اصلا التيار الصدري من كانوا احرار العراق يسموهم، يعني من زمان 2019 و2018 هو كان مرشح ودخل مجلس محافظه الديوانيه عن طريق التيار الصدري. انت ليش هذا التحامل على حسين الشرموطي بالذات؟ ليش؟ انا عندي صديقي خسرته بالتاجي، صديقي الثاني خسرته بس مايا زين، اتركه من صدرك صديقي. هسه انت دا تشوفين اليوم احنا كنا دا نشوف، يعني البارحه خطي هذا الموسيقار شفتي شلون يبكي على اخوه زين، اخوه نصر شمة اليوم هذا اللي هو مدير استثمار، اليوم الفنان اللي يطلع بولايه بطيخ يعني يرسم الضحكه على العالم، اليوم شفته انا بموقف كلش محرج بالله العظيم، يعني انا انكسر قلبه علي زين. اما اذا حسين الشرموطي هو كل ما يطلع وقال ناس مستفيده، ناس من تقصتني، ناس تستفزني، ناس تريد تبتزني. انت تمتلك من الاوراق ملفات اللي تدين حسين الشرموطي فعليا بموضوع الاحالات؟ انا الصراحه احالات دياله واحالات بسمايه، طريق بسمايه كلمتك بارقام رسميه زين، مشروع بسمايه كنا فايتين على بسمايه، ماكو ممكن خلي عندك دكتور ملاحظات، انطوني اوراق شباب. اي نعم، مشروع بسمايه المشروع انحال قبل سنه 2020 حسب ما اتذكر، 2020 شهر السابع 2020 نعم انحال المشروع
احنا هسه بيا سنه احنا بال 22 هاي مال بس ماي تتحدث بس ماي عبر على المشروع سنه وشهر بالتمام سنه وشهر عبر على المشروع تمام يعني هسه لازم نسبه الانجاز قد تكون 80% زين يعني باقين على صبغ الارصفه وشد له كم قلوب ينورنا وينتهي الموضوع زي. بس انت من ترحين للواقع حاسه ترحين للمشروع الشارع بس ما للمشروع اللي دا يشتغل هم رايحين هسه مراسلتنا بس المفروض تلقين المشروع اصلا وحبر على ورق مجرد مبلط شويه هنا رقعه ورايح لي غاد وحاط له رقعه ورايح لي غاد وحاط له رقعه هسه راح نشوف مراسلتنا الجزر الوسطيه وين شغلك وين البنى التحتيه وين هاي الفلوس اللي انصرفت ال 95 مليار عمو وين زين انا شفت صوره عرضتها القناه قبل ايام يعني هاي الشركه عربانه ما دفع ما عندهم يدخلوها بنص الانبوب حتى يطلعون هاي التراب وهاي كانوا قاصين من فوق وينقلون بيه تراب. محمد احنا بس لان سجلت الحلقه مبكرا لانه على مود الدنيا لا ظلموا مراسلينا يقدرون يطلعون لنا صوره بشكل سليم منهم من مراسلينا جاهز دياله او واسط خليني ابدي ويا دياله ثلاثتهم جاهزين ابدي لي ويا دياله علي ابراهيم مرحبا علي عزيزي اذا كنت تسمعني بشكل واضح اريدك تسولف لي على جهود الاعمار اللي موجوده على الارض حقيقيه واقعيه لو بس حديث اعلامي من ناحيه دائره الطرق والجسور نعم سحر تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية طبعا أقف الآن على أخطر طريق دولي مرورا بمحافظة ديالى الذي حصد المئات من الأرواح المدنيين بهذا الطريق وهو طريق بغداد كركوك مرورا بناحية هبهب وقضاء الخالص وناحية العظيم طبعا هذا الطريق الكثير من الحوادث المرورية والكثير من المواطنين فقدوا أرواحهم على هذا الطريق وعدد ضحايا هذه الطرق الخارجية في ديالى تجاوزت عدد ضحايا الإرهاب في محافظة ديالى وفق يعني إحصائيات خاصة لدائرة صحة ديالى طبعا هذا الطريق أحيل إلى شركة أو صندوق النقد الدولي بكلفة للأسف الشديد دائرة مديرية الطرق والجسور في ديالى امتنعت عن ذكر المبالغ التي أحيل بها المشروع ولربما هذه نقطة تسجل وهي نقطة يعني غريبة بعدم ذكر المبالغ التي أحيلت إليها هذه المشاريع الطريق كان بطول 110 كيلومتر من حدود أطراف ناحية العظيم وصولا إلى قضاء الخالص هذا كما ذكرت أنه نسبة الإنجاز وصلت ب 100% لكن حتى هذه اللحظة بسبب عدم تفعيل محطات الأوزان التي هي شكليا حتى هذه اللحظة بدأ هذا الطريق وخاصة في فصل الصيف بظهور بعض التعرجات بسبب عدم تنفيذ هذه الطرق ضمن المواصفات المطلوبة يعني مثلا هذا أقف الآن بهذه النقطة هذا الطريق عندما يكون به بعض التعرجات الشركة المنفذة تقوم بقشط المساحة العليا التي هي تعتبر سبب بظهور المطبات تقوم بالقشط فقط وتقوم مرة ثانية بتعبيد هذا الطريق لربما هذه المواصفات لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تذكر ضمن بند يعني الاتفاق ما بين الشركة ومديرية الطرق والجسور وهذا يأتي بسبب التقصير الواضح وعدم المبالاة في خصوص يعني هذا تعبيد هذه الطرق اليوم حيل قبل فترة قليلة طريق بغداد الخالص بطول 64 كيلومتر وأيضا كما ذكرت الدائرة امتنعت عن ذكر تفاصيل هذا المشروع وكلفه المالية أحيل إلى شركة عراقية وهي شركة دال نسبة الإنجاز حتى هذه اللحظة لم تتجاوز 10% هناك تلكؤ واضح بتنفيذ هذا المشروع خط بغداد كثير العجلات وهو خط استراتيجي وتجاري غالبيا يبدأ يعني الازدحامات المرورية والاختناقات المرورية على بوابة بغداد ولمسافات طويلة يعني أقف الآن كما ذكرت أن حتى أوضح للجمهور عن مدى الحمولات الزائدة التي تمر على هذه الطرق بالرغم من تعبيدها وتنفيذ مشاريع على هذه الطرق التي لم تستمر لفترة طويلة حتى عادت كما السابق
هناك هذا الطريق يطلق عليه بطريق الموت. الجانب الذهاب إلى محافظة كركوك الآن بدأ العمل به لكن ليست بالمستوى المطلوب، هناك تلكؤ واضح، ليست هناك جدية بتنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة والمتفق عليه مع الشركات التي تنفذ هذه الطرق. اكو طريق ديالا بغداد اللي هي محال لشركه ستراكو المتلكئه، على حسب الاوراق اللي نمتلكها اللي ما اعرف اذا كانت جاهزه لعرضها او لا. هذا نفس هذا الطريق، جزء من هذا الطريق. بنسبه انجاز كانت تجد سيد محمد؟ طبعا للاسف الشديد عند اتصال اي معك علي عند اتصالنا بمديريه الطرق والجسور ويعني طلب بعض التفاصيل وطلب بعض التفاصيل فيما يخص هذه الطرق وعن الشركات التي أحيلت إليها مؤخرا هذه الطرق. طبعا طريق بغداد حتى قضاء الخالص أحيل لشركة دال، وكما ذكروا أنها شركة عراقية، وطريق بغداد عفوا الخالص العظيم أحيل إلى شركة نبض الرافدين، وهذه هناك شكوك أنها هذه الشركة هي تابعة لأحد النواب في محافظة ديالى، استلمت يعني الطريق الإياب إلى محافظة ديالى بالجهة الثانية، وتم إنجاز هذا الطريق واستلام المبالغ كاملا، وأيضا تم استلام وتسليم المشروع، لكن هناك بعض الأمور والمخالفات التي ظهرت خلال هذا المشروع. بعض الطريق ظهرت به بعض التعرجات على بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع بصورة جيدة. وصلت الفكرة علي، وجود لجنة وزارية مخصصة من وزارة الإعمار والإسكان تتابع مراسلنا من ديالى. شكرا جزيلا لك. خليني أنتقل الواسط محمد الإمارة. مساء الخير عليك أخ محمد. واصل دائما يسموها مدينة طريق الموت، كل هذه الحوادث اللي يشوفها بها، وآخر حادث اللي يتحدث عنه الضيف سيد محمد مدير الاستثمار أخو الموسيقار نصير شمة. وعرفنا أيضا عندك ضيوف حابين يتحدثون عن الطرق الموجودة عندك، تفضل. نعم، تحية طيبة لك زميلتنا العزيزة ست سحر ولكل مشاهدي قناة دجلة الكرام. أنا أقف الآن بجانبي طبعا مجلس عزاء الأستاذ زميل المصور إن سمحت، يعني الأستاذ نبيل شمة شقيق الفنان العازف العالمي نصير شمة. هذه مجلس عزاء مدير هيئة استثمار واسط الأستاذ نبيل شمة. بصراحة الضيوف الآن يقفون يعني من مجلس العزاء أخرجناهم يعني حتى يتكلمون، لأن يعني بصراحة أهالي واسط أذا يعني الويلات رأوا من هذا الطريق. هذا أنا الآن أقف في طريق الذي يسمى طريق الموت، بصراحة هو الطريق الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية. ست سحر، هذا الطريق يعني إحصائياته ضحاياه يعني بصراحة عبرت ما مجموع ضحايا الأوبئة والأمراض وكورونا وضحايا العمليات الإرهابية وغيرها جميعا. فقط خلال أيام زيارة الأربعين قبل أيام يعني ما يقارب 60 إلى 70 حالة وفاة وإصابة، فيهم يعني وافدين أجانب وعراقيين ومن عدة محافظات. هذا الطريق بصراحة قبل أيام ذوي الضحايا والمواطنين في محافظة واسط يعني خرجوا بتظاهرة وأغلقوا مديرية الطرق والجسور محافظة واسط وشركة حمورابي. شركة حمورابي الشركة يعني هي اللي تقريبا المشروع أكل إلها مشروع إعادة تأهيل طريق كوت بغداد. ومن الجدير بالذكر أن بعد استلام هذه الشركة الحوادث بصراحة أصبحت بالتزايد، هذه الحوادث أصبحت بكثرة وخطيرة، هناك الآلاف من المعاقين في هذا الشارع فقط. أما عن طريق مثلا المنفذ على سبيل المثال الذي قبل أيام يعني تم ملايين الوافدين دخلوا عبر هذا المنفذ وهو بالتالي يدر أموال بالمليارات، وطريق خط واحد وطريق يعني خارج عن الخدمة. بصراحة كل طرق محافظة واسط الخارجية خارجة عن الخدمة. الآن المواطنين يتساءلون يعني بصراحة ست سحر دعيني، يعني احنا دائما الإعلامي يتحدث هو يعني ما يتبنى، لكن دجلة علمتنا انه دائما قضايا الناس وما يخص حياة الناس نتبناه. يعني انا قبل ايام حولت ملكية سيارة، يعني المعاملة كلفت ما يقارب 200 ألف، 60 فقط هي تجبى للطرق والجسور. المواطن الآن يسأل أين الطرق والجسور؟
بصراحه. هذا اللي خلاني الطرق والجسور الطرق كلها خارجه عن الخدمه. قلت له بما انه بدها تاخذ جبايه من الناس مو من حقكم انه ترفعون دعاوى؟ لكن للاسف جاوبني انه لا مو من حق المواطن يرفع دعاوى، ولا كان جمعنا اصوات ورحنا رفعنا دعاوى على الطرق والجسور. حنا حتى نتعرف اكثر ست 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 سحر. نعم، نعم لو سمحت يعني مخبر. بصراحه يعني الان ينضم بجانبي زملاء الفقيد استاذ نبيل شمه. تفضل استاذ حيدر لو سمحت، يعني حتى يتحدثون اكثر. استاذ عمار هو يعني فنان في محافظه واسط، واستاذ حيدر هو مهندس، وحتى نسمع منهم اكثر عن الطرق في محافظه واسط. يعني بصراحه هذه الطرق هي اشبه بالارهاب، لم تفرق بين طفل او امراه او كبير. بصراحه الفنانين كبير من الشخصيات كثيرين هم فقدوا يعني فقدناهم في هذا الشارع قبل فتره. بصراحه الشاعر الكبير سمير صبيع يعني توفى في هذا الشارع، فينضم يعني الان استاذ عمار. حياك الله استاذ عمار. عيوني الله. لا لا بالعكس بالعكس، يعني خطوه جباره تقوم بها قناه دجله بتغطيه خاصه لشوارع محافظه واسط وخصوصا الشوارع الرئيسيه. طبعا استاذ محمد انت كفيت واعتقد وفيت، ولكن احب اضيف يعني ايضا هاي القضيه، يعني اكثر يعني الموضوع هذا موضوع الطرق الخارجيه. يعني انت ما اعرف التلكؤ هذا ليش؟ البطء العمل ليش؟ ما العلم يعني ادامه ماكو استاذ محمد للطرق الخارجيه. يعني انا واحد من الناس، انت قبل شويه تكلمت عن مواضيع اجازه السوق او تبديل الاجازه، ويقول لك وين هاي المن هاي الوصولات؟ يقول لك للطرق للطرق، زين اين الطرق؟ ماشي. تعقيب اخر، انا حتى قبل يعني انا شاهد عيان على الحوادث اللي المروريه اللي صارت. انا قبل فتره بالذات الأربعين من خلص يعني قبل تخلص الزياره رجعت انا بهالطريق. يعني الله سترني، يعني الله ستر يعني انا والعائله. يعني ما اعرف شلون نجيت من موقف يعني من حادث مروري مروع. الله يعني الله سترني وشطارتي يعني الاخر. نجي يعني طريق ثاني المؤلم، طريق المؤلم، طريق محمد، طريق بدر، هذا طريق دولي. شنو رسالته يعني لهيئة دول الشقيقة او لمؤسسة الطرق والجسور؟ العفو. يعني دعني انتقل لزميلنا استاذ حيدر. استاذ حيدر بصراحة يعني كونك احد الناشطين في محافظة واسط واشتغلتوا على هذا الموضوع ونشرتوا واستنكرتوا مرات عديدة، شنو الرسالة اللي حاب اللي حاب توجهها الى الجهات المسؤولة المتمثلة بالطرق والجسور بصراحة بهذه الحوادث اللي حصدت ارواح المواطنين؟ شكرا جزيلا استاذ محمد. الان هي اكو مشروع لتوسيع هذا الشارع و تعبيده وبالتالي انهاء هذه المشاكل المفروض، لكن لحد الان نشوف انه العمل بطيء جدا. وهذا البطء بالعمل انعكس على زياده بعدد الحوادث اللي موجوده الان بالمحافظه. بالمناسبه انا احكي وياك، وانا والدي ايضا راح يعني ضحيه هذا الشارع. والموضوع هو ترى بالمناسبه يعني موضوع يتقسم الى جهتين، يعني مشاكل حكوميه وايضا قله وعي من بعض السواق باتجاه الالتزام بسرعه محدده، اضافه الى الالتزام بقواعد المرور. هذه كلها تاثر على موضوع واضح محمد. او نسبه الحوادث. اول شيء وصلت عزائنا لضيوفك بما انهم من اصدقاء او اقرباء الراحل المشروع. واذا كان عندك اي اضافه كمراسلنا وكمراقب على هذه الطرق من بعد 19 سنه نتحدث عن هذا التلكؤ، وان كان اكو اي تحشيد بالمحافظه يعني للمطالبه بتغيير الواقع. أكيد استاذ حيدر. طبعا انقل لك تعازي وست سحر وكذا قناة دجلة لفقدان ذويكم استاذ نبيل، وممنونين لانضمامك لنا، ممنونين جزيل الشكر. نعم ست سحر، بصراحة يعني الآن نرى أنه يعني في محافظة واسط كتجربة محافظة واسط، يعني تقريبا محافظة واسط يعني شاهدت الإعمار وشهدت الإعمار منذ قرابة سنتان. يعني الآن الطرق الداخلية نوعا ما هي تماما أفضل من باقي المحافظات. فبصراحة الآن يرى المراقبون ويرى حتى المواطنون يطالبون بأن توكل وأن تحال قضية الطرق الخارجية إلى الحكومات المحلية وأن تكون ضمن صلاحيات الحكومات المحلية. فبصراحة الوزارات فشلت، وخاصة وزارة الإعمار والإسكان الطرق والجسور بهذا الملف، ملف تعمير الطرق الخارجية. هذه الطرق كلها قديمة، يعني طرق يعني أحدث طريق ما يقارب 20 سنة 20 عام. نعم فشلت أم أفسدت قبل ما أنتقل لبغداد؟ نعم ست سحر عفوا، قلت لك فشلت أم أفسدت قبل ما أنتقل لبغداد؟ لا بصراحة
فشلت بهذا الملف بصراحه. شكرا. يعني ست سحر لو سمحتي يعني الان المواطنين حملوني امانه او رساله بثواني بايجاز. نعم. يعني الان محافظه واسط بعد ايام راح تشهد عوده الدوام. واكو مجسر داخل مدينه الكوت طبعا يربط بغداد بالناصريه ويربط اغلب احياء مدينه الكوت، هو وسط مدينه الكوت مجسر المتنبي منذ 3 أشهر وهو مغلق وخارج عن الخدمه بسبب تخسفات وبسبب يعني هو يعني في اي لحظه قايل للسقوط. وهذا بصراحه الشركه التي اتمت هذا المشروع لم تجري الصيانه على هذا المجسر لذا تم ايقافه. وبصراحه مديريه الطرق والجسور او الطرق والجسور هي التي تتحمل مسؤوليه هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك محمد الاماره مراسلنا من محافظه واسط، شكرا جزيلا لجهودك. استمسكم بس انتقل لبغداد قبل لا اظلم الدنيا، اقدر اخذ صوره كامله من بغداد. مراسلتنا ندى المرسومي. ندى مساء الخير عليك، الفكره وصلتك بشكل كامل، اترك المساحه لك، تفضلي. مساء الخير سحر. يعني أنا بصراحة عندما قررت أنه اليوم أطلع من البيت وأتوجه حتى أنقل صورة شوارعنا وطرقنا ما احتاريت، لأنه بالنتيجة أغلب شوارع العاصمة بغداد هي تعاني من الإهمال رغم الأموال اللي تجبى عن طريق دائرة المرور العامة للطرق والجسور. بالتالي هذه الأموال ما نشوف اليوم أكو نتائج على أرض الواقع، أغلب الجسور غير مؤهلة وآيلة للسقوط. بنفس الوقت اليوم احنا نشاهد شوارعنا اللي أصبحت يعني تسمياتها لا تسمى على أسمائها الحقيقية، وإنما أصبحت تطلق طريق الموت. يعني الزملاء قبل قليل ديالة أو واسط، كل محافظة تمتلك طريق الموت وأيضا بغداد تمتلك طرق للموت. الآن أنا متواجدة منطقة أو ناحية جرف النداف، وهذا السريع اللي تشوفوه أمامكم يعني هذا الشارع هو سايدين صاير، يعني بدون أي جزرة وسطية تفصل الطريق. بالتالي نلاحظ أكو تداخل بمرور المركبات، يمكن لو المصور ينطيني صورة للطريق أكثر حتى تشوفون. يعني بهذا الشارع يوميا حسب كلام الأهالي اللي هنا المتواجدين يعني بالقليل 5 حوادث تسجل يوميا. يعني ما كان ما اليوم أنا أهل هذا الطريق وطريق سريع، هذا الطريق إلى مؤدي إلى المدائن وأيضا بسماية اللي تعتبر هي مجمع سكني من أهم المجمعات، وبالتالي هذا طريقها متهالك بهاي الصورة. وياي مجموعة من المواطنين اللي يتحدثون عن هذا الطريق، يمكن يومين متواجدين هنا وتشهدون حالات الحوادث. بنفس الوقت أريد تتحدث لي عن واقع حال الطريق، كم سنة شهد عملية إعمار أو على الأقل محاولة؟ صار تقريبا هنا احنا صار 3 سنين. أنا يوميا أجي من 8 الصبح لسه بعد العصر أروح. هذا المشروع تقريبا صار له 3 سنين على الحالة هاي. يوميا 3 حوادث حالتين. البارحة أبو ألنترة أجي على بالكي الفحل حمل ضربها قلبها قريب على الجسر. بقى الحادث من 8 الصبح ل 12، فهذا كله صار ازدحام. والثاني شيء ماكو جزره وسطيه، يعني يعاب السياره يروح لي غادي وازي ذاك السياره الثانيه يسوي سايد ثاني براحته، لا ماكو جزره. وهي صار تقريبا صار اكثر من 3 سنين. وهسه ذا الاخ المصور يفر الكاميرا خلي نشوف السيارات وين رايحه وين تجي. هسه مثل هذا بالستاركس وين يمشي باك سايد؟ هسه هذا بالستاركس منك داك سايد هذا بالسياره وين يمشي؟ بهذا السايد لان ماكو مفتوح ماكو جزره وسطيه. فيوميا 5 حوادث 6 من عدد الوفيات. يعني هذا العامل اللي يعبر مواطن يعبر ينضرب بالسياره ماكو حل. شوف ابو البيكم شلون عبر واضح. ندى شوفي لي الاخرين اذا سمحتي. شفنا قريب الجسر انه اكو تمام اريد لا تمام يستحون من الكاميرا سحاب صراحة. بس انت وضحي لي اللي سمعتيه منهم بموضوع يعني شبهات الفساد بالإحالة والتنفيذ المدد الزمنية اللي كان معمول بها، اي معلومات امتلكتيها من وجودك بالمنطقة؟ بض...
بالضبط. أنت ذكرت لي قبل قليل أنه هذا الموضوع بسبب أنه المجمع السكني اللي صار ما البس مايا. شنو اللي صار؟ هذا على مود بس مايا سووه وصار ثلاث سنين ما حد يشتغل بيه لأن طريق مال بس مايا واقفين. لا تشتغل بس مايا الله يشتغلون هذا ما يشتغل بس مايا هذا ما يشتغل. هذا شنو علاقته بالمجمع؟ هذا طريق سريع كان سايد واحد هسه سوت له سايدات. اذا تحبين في الخريطه اللي قدام شوفيها هو على مود من ضمن هذا سياق العمل سووه هسه توقف وقفوه. تقريبا ايش قد تكلف هذا السايد؟ يعني كمبلغ هذا مو اقل من 11 مليار 12 مليار. هذا صار ثلاث سنين متوقف. هذا صار سنه متوقف. واضح. ندى عزيزتي احد عنده بعد كلام اخر قبل ما ارجع ضيوفي من السقوط لحد الان كل سنه يغممونه ويرجعونه يغممونه ويسوونه ويرجع نفس الحاله يتوقع مرات ما سيطر الزحام يوصل لي جاي ويعبر اصلا وحوادث يوميه حادث هذا المرات تعبر الرجال الكبير يعبر يوميه حادث. احنا شفنا خالين صبات هناك هذه الصبات كل ساعه حادث كون كاريتيه هسه اسبوع تتفلش ويرجعون يسووها. يعني سحر حلول ترقيعيه يعني بمكان ادامه هذا الطريق السريع والمهم والخطر بنفس الوقت وضعوا صبات كونكريتيه بدايه بجسر لكن قبل الجسر تلاحظين اكو استداره يعني هي صبات كونكريتيه وسط الشارع يعني غير مكتمله نهايه الصبات تكون استداره يعني حوادث لابد خصوصا هذا الشارع ما نلاحظ به اي اناره وهذا الشيء ايضا خطر. بنفس الوقت احنا عندنا سائقين للاسف يعني عذرا على الكلمه هنالك استهتار بارواحهم وبارواح الاخرين. واو. يعني اذا تلاحظين الطريق سايد واحد ذهابا ويابا لذلك نلاحظ انه اكو تخبط بموضوع مسيرهم. بنفس الوقت هذه الصبات الكونكريتيه تمتد من وسط هذا السريع الى الجسر والمؤدي الى منطقه المدائن. واضح ندى. أنا أشكرك وأشكر جهودك. أشكر جزيل الشكر زميلتي ندى المرسومي مراسلتنا من العاصمة بغداد. شكرا لك. أعود لكم ضيوفي آسفة على التأخير لكن حاولت أنه أقرب وجهات النظر والصورة وصورة واقع الشارع لأنه قبل محل الظلام علينا. أترك المساحة لك لأن شفتك حطيت أكثر من نقطة عم ترجع للسيد محمد يوضح لنا الأرقام اللي تحدث فيها. حقيقة أولا من جانب قانوني احنا على مود ما تروح دماء العراقيين سودا بما انه دماء العراقيين ما لها اي اهميه. نعم. تقتل بين التظاهرات وبين الشوارع وبين غيره. نعم. وراح نخلص بفضل الله ما بقى شيء. 19 عام واحنا شوارع غير مؤهله حتى للمعجل الاحترامي للمرور الحيواني. يعني جنابك الكريم اذا تشوفين وتلاحظين طريق بغداد كركوك طريق يعني يومية الضحايا انشاهد عدة ضحايا وعدة حالات وفيات كذلك طريق الكوت وغيره وغيره. العراق فضل الله 19 عام وهو بالخراب عدة أسباب منها بين الميليشيات بين تمويل الميليشيات بين الميليشيات تهدد المقاول وتاخذ نص الأموال مالته على مود يكمل مشروعه بين كوميشن يروح للمدير العام والمسؤولين بين الأحزاب والنواب على مود يحيلوا له وإذا به المقاول بالأخير يسوي لنا طريق بسكويت بيومين ثلاثة شهر شهرين ينتهي. وإذا به ينتهي عدة أسباب هم أسباب فنية ماكو رقابة هذا يشيل الحمولة بدون الميزان الإلكتروني. من جانب قانوني بإمكان المواطنين جمع التواقع والعمل كمخبر لدى هيئة النزاهة ولدى الادعاء العام بالمحاكم العراقية إخبار على مثلا أنه هذا المشروع بيتلكه أنه خلال عام أو سرق أو غيره أو ما نفذ وفق البنود بنود العقد أو شروط بإمكانهم القدوم إلى محكمة التحقيق. اليوم هذه طرق الموت اللي نتحدث فيها والإحالات المسؤول الأول هو فقط حسين الشرموطي؟ لا عزيزتي مو فقط هو هذا الموضوع متكامل بين الأحزاب الفاسدة اللي تهدد اللي جابت المسؤول تمام وتأخذ من عند الكوميشينات وتحمي وين؟ دائما والوزير وين؟ ويا وزير عزيزتي هو الموضوع أكبر من الوزير يطيرون الوزير ثاني يوم يجمعون توقع أكبر من مدير عام وأكبر من وزير أكبر من منو بعد
يعني ما إن غير القضاء احنا العراقي والاعلام، احنا نسلط الاعلام على فسادهم. وقبل فتره لو ما الاعلام العراقي حسين الشرموطي يروح يقدم شكاوى، انا بلغني البارحه انه مقدم بيها شكوى انه اتحدث عنه واتهمه بفساد. بس احنا مستمرين شكوته عفوا وروح انتهي بها محامين ومحامين يعني. احنا بظهركم وهي مسؤوليه مشتركه، اليوم مسؤوليتنا احنا لا انا عن نفسي مستمره يعني. بما انه دا اتحدث باوراق وبارقام وشهود مستمره يعني تعرف من جانب القانوني انا حامي نفسي 100%. لكن هو دا يحاول اسكات اي وسيله اعلام تفتح ملفه. وصراحه انا ما كنت متعمقه بملفه لحد الحلقه اللي اظهرناها بالمره السابقه وفوجئت بشكوته، فلهذا اصريت اني اظهر صوره قريبه من المواطن بهذه الحلقه. طيب احنا راح نجيش جيوشنا كمواطنين ونجمع التواقع عن طريق الاعلام وعن طريق قناة الكريمة جمع التواقع، وإحنا نتوكل عنهم مجانا كمحامين عراقيين نقدم إخبار لدى هيئة النزاهة ولدى الإدعاء العام العراقي. أكو موضوع ثاني وأعتقد قضايا راح تحلل الإدعاء العام كل الأحوال حتى وإن هو رفعها، يعني إذا رفع الشكوى بيك أو بي أو بأي شخص راح تحلل الإدعاء العام. ما يسكتونه أستاذة، ما سكتوا 800 شهيد أخذوا. هاي المظاهرات احنا محاضرين لعمي ناس واحنا نعرف ايش راح نصرف وياه، هو لا عبال انه انتهى الموضوع. اقسم بالقران مو فقط هو، الكل اقسم بالقران. لا هم خصوصا هاي الوزاره، وزاره الفساد هسه حتى موضوع وزير النفط هم لهم دخل بيه، خلي يكون ببالك يعني. ترى قطع املاك الدوله دا تباع، تباع عن طريقهم، هاي املاك الدوله هم دا يحطون ميزانيه ويحددون مبالغها. فهاي الدائره انا وجهنا المواطنين كذلك بتقديم اخبار، عدم اخبار وسحبوا اليد من وزير النفط. هاي المعلومات شلون تمتلك هاي المعلومات؟ ترى هي اي مواطن تسالين اجابت على المعلومات اي هسه يعني بدليل لهذا دا اسالك. من المسؤول عن املاك الدوله؟ البلديات هي اللي تحدد القيمه اللي تباع بها القطعه. زين انا هسه شخصيا طالع بحلقه بقناه دجله قبل سنه كشفت موضوع وزاره البلديات باعت قطعه ارض سوتها بار مال شرب في جنوب بغداد، دي حقيقة. ده كانت هاي القطعة وشنو تابعة لوزارة الزراعة، دخلتها ضمن حدود البلدية. مار ولا يقتلونه؟ نفس الشيء، هم وهم نفس الشيء، هم إدمان ومخدرات ومواضيع أخرى. دخلتها حدود بلدية وأخذتها حدود البلدية وباعتها لأحد المواطنين. وبالنسبة للشركات اللي ده يحكي الأخ أنت قلت لي أريد أتحدث بالأرقام، يمكن عندك معلومات دقيقة. بالأرقام الموضوع اللي بالبداية المراسلكم حكى عنه هو طريق ديالة حتى القضاء يفتئ يعني يسمع هاي الصورة. ما أعرف السيد أحمد برغيف وين عن هذا الموضوع. هسه الأخ يقول نحن نأخذ مواطنين يشتكون ما لجنة تبرغيف محلة. وأكو أمر مهم ثاني العفو ساد، أريد ننبه به المواطنين أنه ذوي الضحايا ليش ما يقيمون دعاوى وشكاوى؟ ومن قال لك مقايمين؟ مقايمين عزيزي وين؟ ما يمتلكون هاي الثقافة؟ ما مبلغين بها الإعلام؟ لا المواطن احنا اليوم جمع التواقع والقدوم إلى المحاكم والهيئة النزاهة كمخبر على هذا السرقات بهذا المشروع او التلف او غيره، معلومات توصلها للناس. جانب ثاني ست سحر ذوي الضحايا ما شفنا واحد قام دعوه، ما اقيم دعوه على يمكن ما يعرفون انه على الوزير دعوه على الوزير او على الوزاره. اليوم احنا كنا بدنا ندفع جبايه المواطنين حتى بالمحكمه بدنا ندفع. انا يوميا ادفع كمحامي عراقي ادفع جبايه مال بناء المدارس. وين هالمدارس؟ لا مدارس ولا طرق. ثم انه الحل ست سحر اكو حل جذري لهذا الموضوع، ليش ما ناخذ تجربه مصر؟ بس اسمع من سيد محمد لان هو قال عنده معلومات كثيره. ست بخصوص الموضوع الاول، المراسل الاول هو طريق العظيم. زين حتى الادعاء العام هسه احنا باعتبار مخبر الاعلام راي عام، الجهه الرابعه هاي السلطه الرابعه باعتبار مخبر علني. هسه خلي اسمعنا السيد احمد ابو رغيف. عندك شارع العظيم، شارع العظيم نفسه بمقطعين، مقطع تشتغل محافظة بغداد ومقطع مشتغله السيد حسين الشرموطي شركة ستراكو وزارة العمارة والإسكان شي يسموها خلي يسموها، المهم هم المسؤولين. المحافظة حال المشروع نفس الشارع نفس الشارع، حسنا شلون هذا الميز قدامنا ونص أنا اشتغله ونص الأخي اشتغله نفس الشارع. المحافظة مشتغله بمليارين، حسين مشتغله 13 مليار. شو تفسر لها هاي؟ من يفسر لهذا الموضوع؟ شنو أحد يقدر يفسر هذا الموضوع؟ شو هذا مو هدر بالمال العام؟ شوف بعد شلون يصير الهدر بالمال العام؟ شلون بعد اجيبني واحطني بعلاقه واخذني الي البيت؟ عماني هسه ذيك المره مثال بسيط، ذيك المره بدنا نشتري ثلاجه بالقسط من الدلاله. اي والله لو يحطون دلاله تدير الوزاره افضل، بدنا نشتري ثلاجه بالقسط. فقلت لها لامي قلت لها لو ما اخذها افضل من هاي كانت تقول لي شلون اخذ غيره؟ اجرب من الدلاله اشوف اوفي وياها ما اوفي. زين انا اساله شلون انت هالشركه هاي انطيتها مشروع بس مايه بنفس اليوم ومشروع العظيم بنفس اليوم، انت غير تجربها مثل الدلاله، تشوف وضعها ممكن تنجز تشتغل ما تشتغل فاشله. هي نفس الشركه محال لها طريق بسمايه وطريق ديالة بغداد طريق العظيم
طريق العظيم. طريق العظيم جزء من عنده، وكذلك طريق الموصل. طبعا موضوع الموصل كلها تركته، لان بعيد الموصل علينا على العراقيين. تعرفين مدير الطرق وطرق جسور الموصل ايش قال؟ عندهم شارع صار للراي العام ضجه انه تموج الشارع ورته بيطه ورا شهرين. نفسه السيد مدير عام مسؤول عنه طلع المدير عام طرق جسور نينوى وقال عم انا ما مسؤول عن هذا الطريق، انا هذا الطريق اجى من بغداد. نعم. حالته بغداد وش طلعته بغداد؟ عندكم شيء روحوا لحسين المدير عام، بانما هو يريد يقيم دعاوي، يريد يشتغل، يريد يشتغل. عندي فيسبوك، عندي فيسبوك واربيل مو بعيد، وما يقدر يندق باربيل هو لان ما يقدر يندق بمسعود. احط التليفون مالتي وافتح الفيسبوك واظل احكي، حتى مواضيع العقود اللي تصير بمصر نحكي بيها نفتحها بما انه بعد فتحه السفره. زين، عقود مصر، عقود مصر هسه بالجديد بما ان كملنا من شغل لبنان وفضحت لبنان راح يصير التحويله بمصر الشغل الجديد هذا. خلي بالعكس، هو الدكتور قبل شويه قال لك نقتدي بنموذج مصر. ست نقتدي بشنو؟ عفوا نموذج مصر احنا بما انه اليوم خربانه ولا قائد عام مدبرها ولا وزارات مدبريها، وبما انه احنا ما نقدر نتعلم من تجربه كردستان والاخوه الكرد والاعمار اللي عندهم، تعلموا مثلا من تجربه الحلبوسي بالتبليط وغيره بالإعمار، هم الرجل أحسن من جماعتنا. خلونا نعبر ذني كلهن، مصر تحيل المشاريع الإعمار للقوات المسلحة للجيش المصري. أخي حيلوا المشاريع بما أنه أنتم تدبروها، ودا تحيلوها الشركات اللبنانية وهمية وغيرها. يشتري الويب سايت $300 ويقول أنا شركة ما عنده أعمال مماثلة، هو لا بلبنان ولا بالعراق. كل الشركات اللي موجودة دي يجيبوها من برا، الصينية والغيرها والألمانية، كذب. مجرد ويب سايت $300 وما موجود عنا أي شيء. حتى الشركة مال حماية المطار قبل كم يوم شخص من جنوب أفريقيا ما عنده أعمال مماثلة وما عنده حماية لأي مطار، سحبوا الترخيص من جي فور أس واعطوها لشخص ثاني. هسه دا يطلب مسوي إعلان يقول أريد اللي يريد يعمل بالعراق كحماية للمطار. فقصد الكلام مصر هي القوات المسلحة اللي تبلط على مود ما تصير سرقات. عندك إضافة بعد سيد محمد؟ والله ستي باقي 3 أيام، خلي اسمع السيد رئيس الوزراء وخلي اسمع السيد أحمد أبو رغيف ويسمع الحلبوسي. باقي 3 أيام. زين، تليفوني ب300,000 راح أبيعه، هذا ما صار حل. واشتري ماكينة لحيم واتصرف، بما أنها مشكلة على تظاهرة نبلش بالفساد، نبلش من العلاوة ونطلع قبل التحرير، لأن هي على الطريق صايرة الوزارة ونغلقها. يعني ماكو غير حل بعد. شنو الحل يعني؟ اكو غير حل بعد؟ احنا ممكن يعني حكينا بالاعلام، شيوخ العشائر حكت، شيوخ الجوامع حكت، الناشطين حكوا، والاعلاميين حكوا، البشارع بعد ماكو احد طلع يحكي بهذا الموضوع. منو ممكن يطلع بعد يحكي؟ تجمع الناس وتجمع التشرينيين اللي مثل ما قال من الناحيه القانونيه وتبون كمخبر للنزاهه وتحل القضاء. ليش نزاهه؟ هي سلطه رابعه بعد، ماكو قن السلطه الرابعه كنزاهه. بس بحيث اتخذ طريق القضاء. نجرب احنا محامين مجانين اصلا، شركتي القانونيه مجانين عن كل مواطن يقدم اخبار، مجرد ما يجي يسوي التوكيل واحنا نروح نخبر النزاهه والادعاء العام. خلاص بالقضيه اذا ناني اول الاشخاص اللي قايمين دعوه ضد حسين الشرموطي والوزيره بالذات. احنا ما عندنا مشكله ويا الشخوص، احنا نقيم اضافه لوظيفته. اي موضوع بيه فساد اليوم احنا نروح نشتكي على الفساد، يبقى هو النزاهه والقضاء اللي يحقق. حسين الشرموطي اللي يحمي حسين الشرموطي، غير حسين الشرموطي الوزيره ما تهمني الاساسي بالموضوع، يهمني المنصب الوظيفي، لانه انا مو مشكلتي شخصيه مع فلان، لا انا مسمى الوظيفي اللي هو مشكلتي الوطن. اريد انه اعبر البر الامان ويا هالفاسدين والميليشيات والاحزاب اللي تحميهم. بعد 3 أيام يكون لنا لقاء محمد. والله ست بعد 3 أيام اقسم بالقران الكريم. زين، وداعت ابني هذا تليفوني ابيعه وعازل الدار على راسه راس الخلاه. زين، شنو عمي كافي نحكي يا تيار صدري، نحكي يا حزب الدعوه، شنو اذا حزب دعوه اذا تيار صدري؟ منو انبياء؟ لا عمي مو انبياء، احنا عراقيين. اذا خلي يسمعنا سيد مقتدى، اذا يقول هذا حسين الشرموطي تابع لي، اذا التيار الصدري فاسد، واذا حزب الدعوه يقبل بحسين الشرموطي فهو من اساسه فاسد. زين، فخلي يسمعون هاي الرساله موجهه لكم. انا كتشريني بالنسبه لي ما عندي شيء، الحكومه الكاظمي السوداني بالنسبه لي هذا صرت مقتنع بقضيه الطرق والجسور، اخذ جماعتي والشباب اللي وياي وقف باب الدائره الحمها، واخلي اخ خيته يجي يندق بي اي واحد اي شخص اي ميليشيا، وانا اعرف شلون اتصرف وياه. حيكون لنا لقاء بعد 3 أو 4 أيام محمد على نفس المحور. عندك اي اضافه دكتور؟ لا ما عندي شيء، بس نتمنى انه الاموال اللي تجبى بالمرور واللي حتى بالمحاكم العراقيه اللي يجبون من عندنا بناء المدارس، لا شفنا بناء مدارس ولا شفنا جسور وطرق. واتمنى من المواطنين ذوي الضحايا
التوجه بتقديم شكاوى ودعاوى لازم نثقف عليها، ما راح تيجي بيوم وليله، لازم نثقف. واحنا حاضرين معك. اشكرك جزيل الشكر دكتور واثق زبر خبير القانوني، شكر لك محمد الزيدي الناشط المهتم بقضايا الفساد، اتمنى لك السلامه بكل خطوه، واكيد راح تكون ضيف دائم. هذا ملف حلقتنا راح يكون على الاقل شبه اسبوعي، ملف الطرق والجسور. اشكركم جزيل الشكر، التقيكم يوم الاحد ان شاء الله، مع السلامه.